الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. وأيضا نسلط الضوء من خلال هذا البرنامج على أبرز الفعاليات والأحداث والمؤتمرات الطبية التي تقام في إمارة التقدم، إمارة الازدهار، إمارة دبي. إذن نرحب بفريق البرنامج معنا في التنسيق، معنا أحمد سلام اليوم، صبحك الله بالخير أحمد. وأيضا معنا في الإخراج المبدع دائما عيسى سبيل، وعندنا بعد كذلك تشاركني التقديم الدكتورة ندى الملة. أسعد الله صباحك دكتورة، ويا ليت تذكرينا بأرقام التواصل معنا قبل ما نبتدي البرنامج. أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. أسعد الله صباحك دكتورة. عموما تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018، وتستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة محلية عربية عالمية واسعة. من خلال هذه المشاركة في هذا المعرض الذي يعد الثاني على مستوى العالم وأيضا الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، نحن نأخذ أسمى الجناح معنا من خلال هذه التغطية. خلينا في البداية دكتور نتعرف على أبرز ما سيتم تناقله في معرض صحة العرب وخلال من خلال مشاركة هيئة الصحة بدبي. أسماء صباحك ورد. عليكم السلام. صباح الاثنين اللي يحبون بس الاثنين. صباحك ورد يا أسماء. اشتقنا لمحمود دكتورة. أكيد أكيد محمود يعطيك إضافة. أسماء خبرينا الله يخليك عن أبرز ما في عندنا. دبا أخبركم بس إن في أشياء نحن بنطلقها خلال هالأسبوع، فما بخبركم عنها حصريا للي يكونوا موجودين، وإن شاء الله باكر راح أخبركم عنها في الإذاعة. إن شاء الله تعالى. أما عندنا في منصتنا نحن يعني تعدينا مرحلة استشراف المستقبل، نحن قاعدين نصنع المستقبل. أكيد. اللي بي المعرض ما يحتاج يعني موقعنا ما يحتاج تسجيل، أي حد بيكون موجود في مركز تجاري يقدر يمر، نحن موجودين عند البوابة الرئيسية، يقدر يتعرف على الخدمات الجديدة. في خدمتين إن شاء الله راح ينطلقون هذا الأسبوع، خدمة من هالخدمات راح تغير مفهوم الفحص في المنطقة. يعني أتوقع على ما من تطلعاتي لمؤسسة إن في حد مطبق هذا الشيء في العالم العربي. غير هذا نحن كنا حاطين أمس سؤال بس حبيت أشارككم تفاعل الجمهور معانا. نعم. كنا حاطين من وجهة نظركم كيف يمكننا تقليل نسبة السكر الذي يتناوله في اليوم؟ فبعض الردود كانت تضحك، يعني بعض يقول يعني أنا بموت وما أقدر أودر السكر، وبعض لكن الجميل ان البعض حط فعلا تجارب قام فيها، كيف انه تدريجيا قدر يتخلص من السكر، كيف قدر يعوضه بالاشياء الطبيعيه، كيف قدر انه يغير حياته بشكل صحي، كيف اللي غيره وعيالهم. ف يعني التفاعل كان مع هذا البوست كان تفاعل جدا جميل وايجابي، وفعلا اعطوني افكار وايد حلوه خليناهم يشاركونها مع الجمهور. ممتاز. بس أسماء تذكرين وين منصة هيئة الصحة موجودة بالضبط في المنتدى؟ منصتنا موجودة عند البوابة الرئيسية وين الدخل اللي فيها النوفاتيل، هناك المنصة موجودة
عند المجلس. ممتاز. أو البفاروتي. ممتاز. نذكر بحساباتنا أسماء. بعطيكم رسالتنا الختامية وعقب أعطيكم حساباتنا. صدري. الرسالة تقول: لا تجعل من حولك يؤثرون على سعادتك وحزنك. كن سعيدا وانشر السعادة لمن حولك. صحيح. صحيح. هاي رسالتنا اليوم. بس أحب أذكر أن إحنا راح نغطي كل شيء عبر قنوات التواصل الاجتماعي. إذا في أي شيء راح نطلقه راح يكون في قنواتنا أول شيء. فخلي يتابعونا على تويتر، إنستغرام، سناب شات، وبريسكوب على DHA_Dubai، فيسبوك، يوتيوب، ولينكدين على دبي هوتيلاتي. شكرا لك. وأتمنى صحة وسعادة. شكرا لك يا أسماء. نهارك سعيد. طيب نحن ما ناخذ منسلط الضوء أكثر على مختلف جوانب المعرض إن شاء الله. بعد الفاصل بيكون معانا الزميل يوسف سعد وبيعطينا كل التغطيات اللازمة من خلال الحدث نفسه. ولكن دراستنا اليوم تقول الإنفلونزا الموسمية تقتل 646 ألف شخص حول العالم سنويا. أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن ما يصل إلى 646 ألف شخص يموتون حول العالم سنويا بسبب الإنفلونزا الموسمية التي تنشط في فصل الشتاء. وللوصول إلى نتائج الدراسة التي أجريت في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وتم نشرها في دورية لانست الطبية، استخدم الباحثون بيانات حول الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية في 33 بلد تشكل حوالي 57% من سكان العالم. الدراسة أظهرت أن المعدلات العالمية للوفاة بالإنفلونزا الموسمية تتراوح على الأرجح ما بين 291 ألف إلى 646 ألف شخص سنويا وفقا لشدة سلالة الإنفلونزا المنتشرة. وأضافت أن المعدلات الأعلى للوفيات المتعلقة بالجهاز التنفسي بسبب الإنفلونزا هي بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عام. ونوه معدو الدراسة إلى أن تقديراتهم لا تغطي جميع الوفيات المرتبطة بالإنفلونزا الموسمية، ولكنها ركزت تحديدا على الأمراض أمراض الجهاز التنفسي ذات الصلة بالإنفلونزا. وأضافوا أن الإنفلونزا يمكن أيضا أن تؤدي إلى تفاقم الوفيات بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، السكري، وتسبب مضاعفات خطيرة أخرى بما في ذلك التهاب الدماغ وفشل الأعضاء. يعني عموما هذه النتائج تذكر بخطورة الإنفلونزا وأنه يتعين أن تكون الوقاية من الإنفلونزا أولوية عالمية. الباحثين ما نطلع فاصل بس باخذ تعليقك بعد الفاصل دكتورة، لكن الباحثين أوصوا بضرورة أخذ لقاحات الإنفلونزا حتى الأصحاء والصغار للحفاظ على معدلات انتقال المرض إلى أدنى مستوى ممكن. نحن ما نعلق على هذا الموضوع دكتورة بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا الدكتورة على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب قبل الفاصل كنا نتكلم عن اللقاحات، مش اللقاحات، عن الدراسة اللي تفيد بأن أكثر من 646 ألف حول العالم سنويا يموتون بسبب الإنفلونزا. طيب تعليقك على السريع على هذه الدراسة. طبعا الإنفلونزا أهم شيء ننشر وعي أنه ما تقتل جميع الناس، هو الناس اللي عنده مشاكل في الجهاز التنفسي. 646 ألف يعني هو صح أنه عدد كبير، بس إذا ما نحسبه حول العالم ما بيشكل نسبة كبيرة. الناس اللي عنده مشاكل في المناعة، الناس كبار السن فوق 75، ها 75 يعني العمر 60 بعد يعتبر في مأمن، والناس اللي عندهم مهم جدا السكري. يا جماعة السكر لما يكون غير منتظم الإنفلونزا العادية عندهم تتطور إلى الناس تعرفه باسم نمونيا أو ذات الرئة أو التهاب الرئة، فهذا هو اللي يقتل. الإنفلونزا نفسها غير قاتلة ولكن مضاعفات الإنفلونزا، وأعتقد محمود لو أحد كتب مضاعفات الإنفلونزا بتلاقون قائمة طويلة، ولكن ما شاء الله إحنا كل سنة دين إنفلونزا وتروح وما تينا مضاعفات الإنفلونزا، بس لقاح الإنفلونزا ضروري. على طار اللقاح تقول هني أميرة عندي مشكلة مع لقاح الإنفلونزا، كل ما أخذ فلوشوت أصاب بالإنفلونزا الحادة طبعا يقولوا تخف حدة الإنفلونزا، لكن أراها العكس. تعليق يا دكتورة. بعد ما تأخذ التطعيم نعم مدة أسبوع إلى 10 أيام بتيك تحس كأن عرض إنفلونزا حادة، بس بعد هذا خلاص تتعافى منها وعرض الإنفلونزا. لأن اللقاح عبارة عن
هو فيروس انفلونزا بس مضاعف، المهم مضاعفينه يعني، مو بمضاعفين مضاعف يعني دبل، لا ضعيف، اي معالج، معالج معالج بشكل انه بس انه يعطي يعني يحفز جهاز المناعه انه هو يتعرف عليه ويكون مناعه، ولكن ولكن بالتالي يتعرف عليه الجسم مبكرا في نوبات الانفلونزا القادمه. طيب نعود الى الحدث، حدث الساعه وهو مؤتمر ومعرض الصحه العربي 2018. هذا المعرض والمؤتمر الذي تبدأ أعماله اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، مثل ما قلنا بمشاركة عربية وعالمية واسعة. طبعا هيئة الصحة بدبي كل سنة لها بصمة في هذا المعرض، نحن يعني من نتجول في أرجاء هذا المعرض مع الزميل يوسف سعد موجود معنا عبر الهاتف. صبحك الله بالخير يوسف، وياريت تنقل لنا يعني أبرز الأجواء في هذا المعرض. صباح الخير محمود، صباح الخير الدكتورة ندى، صباح الخير أعزائي المستمعين، مستمعين ومتابعي برنامجكم المميز صحة وسعادة. محمود، أنا متواجد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ينطلق معرض، تنطلق أعمال مؤتمر، معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018. الهيئة، هيئة الصحة بدبي كما يعلم الجميع دائما تكون مستعدة لهذا المعرض، مستعدة للتواجد بشكل مميز من خلال منصتها، من خلال حزمة ومجموعة المشروعات والمبادرات التطويرية التي تتبنى تنفيذها الهيئة. محمود، متواجدة هناك طبعا أعداد غفيرة تقبل الآن على القاعات المخصصة للمعرض والمنصات المتنوعة، ولكن وقفتنا عند منصة هيئة الصحة بدبي. وحدثنا الأول محمود عن بدايات الاستعداد والإعداد لهذه المنصة، وكيف تم الاستعداد لها، ما الذي تتضمنه من مشروعات. تحدثنا عنه الأستاذة هنا أحمد رئيس قسم الفعاليات في هيئة الصحة دبي. أستاذة هنا، يريد تحدثين عن أهمية الاستعداد وكيف بدأ الاستعداد لإقامة هذه المنصة. السلام عليكم الأخ محمود، فلدى شخباركم؟ بخير. طبعا مثل ما تعودنا دائما كهيئة الصحة، المعرض هذا من أحد المعارض الطبية المتخصصة اللي تحرص دائما الهيئة أن تكون متواجدة بصورة مشرفة في هذا العالم، الحدث العالمي. والهيئة في هالمعرض طبعا مشاركة بعديد من الخدمات والمشاريع الذكية، منها مشروع حصانة الذكي الهادف إلى حد من انتشار الأمراض المعدية ومتابعة التطعيمات الأساسية، عندنا نظام سالم الذكي لإصدار فحوصات اللياقة الطبية، عندنا مثل ما نقول بعد مشروع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال خدمات الأشعة. بعد الهيئة تستعرض برنامج تقييم أداء المنشآت الصحية اللي يتم من خلاله قياس الخدمات المقدمة من جميع المنشآت الصحية في إمارة دبي في مجال سلامة وصحة المرضى. عندنا نظام مالية بلا أوراق الهادف اللي تم أتمتتها في جميع الخدمات المالية من خلال تحويلها لأنظمة إلكترونية لدعم الخدمات الصحية للهيئة. عندنا أيضا أخ محمود ودكتورة ندى نظام فوسيرا اللي تم تطبيقه حاليا في مستشفى راشد لتسهيل التواصل بين الطاقم الطبي والتمريضي لتسهيل توفير الخدمات المميزة لعلاج المرضى. عندنا الخدمات الأخرى أيضا مثل تطبيقات صحية صحتي وطفلي وحياتي ودمي، وهي بعض المشاريع الذكية اللي عارضينها في منصة الهيئة في معرض الصحة العربي. وطبعا ندعو الجمهور لزيارة المنصة والاستطلاع على أحدث هذه الخدمات. أتذكر بس بمكان المنصة أستاذ يوسف، المكان في كونكورد في ممر من المدخل الرئيسي للنوفيتيل هوتيل. ممتاز. المنصة يعني اللي داخل محمود على المعرض تجدها أمامه مباشرة يعني، والهيئة دائما ما تحسن اختيار مكان تواجدها في هذا المعرض وهذا الحدث المهم. نعم. محمود، أنا معي الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة الصحية في دبي، تحدثنا عن مبادرة مهمة للغاية سيتم التعريف بها وأهدافها وخصائصها في هذا المعرض.
الدكتورة ليلى. صباح الخير دكتورة. صباح النور. يعني لو محتاجين فكرة بس نستعرضها أمام متابعي ومستمعي برنامج صحة وسعادة عن المبادرة الجديدة لمجلس السياحة الصحية. جزاك الله خير أخوي يوسف، صباح الخير أخوي محمود ودكتورة ندى. صباحك ورد. تفضلي دكتورة ليلى. طبعا نحن اليوم بنطلق خدمة جديدة للسائح العلاجي لإمارة دبي بقصد العلاج والاستجمام، وهي خدمة الرعاية الصحية الذكية. طبعا هذه الخدمة هي مطابقة للعلامة التجارية لإمارة دبي في السياحة الصحية اللي هي تجربة دبي الصحية تغمرك بالحياة. فنحن مركزين على تعزيز تجربة السائح العلاجي أو الصحي لإمارة دبي من جميع النواحي، وكذلك بالإضافة معتمدين على جودة الخدمات الطبية اللي يحصل عليها السائح العلاجي، وكذلك سلامة السائح العلاجي أو الصحي للإمارة. الخدمة متمثلة في أن نحن قبل السائح للإمارة أن نخدمه قبل يوصل الإمارة في البيت، وأثناء تواجده في الإمارة، وحتى بعد مغادرته لإمارة في البيت. الخدمة هي طبعا ذكية، تتمثل بأن نوفر للسائح كل متطلباته عن طريق مثل يعني ايجنت، او ان نقول شخص يكون مسؤول عن هذا السائح العلاجي، يوفر له كل المتطلبات من التأشيرة ومن التذاكر السفر ومن حجوزاته في المستشفيات، وكذلك حجوزات الطيران، وكذلك التأشيرة الطبية مثل ما ذكرت، وكذلك التأمين الصحي الخاص بالسائح العلاجي قبل لا يوصل الإمارة. ويوم يوصل الإمارة الخدمة هذه تتكفل بأن السائح يكون عنده جميع الخدمات اللي يحتاجها 24 ساعة طول على مدار اليوم، وكذلك إنه بعقب ما يغادر الإمارة إنه عنده جواز سفر صحي ذكي كذلك، مما يضمن الجواز هذا لسلامة المريض، بحيث بأن التقارير الطبية وجميع المعلومات عن الخدمات الطبية اللي حصل عليها في إمارة دبي تكون متواجدة مع السائح، ويوم يرجع بلاده يعطيه حق الطبيب المعالج هناك بقصد أن استمرارية العلاج، وبقصد حفظ السلامة وأمن السائح للإمارة بقصد العلاج. محمود، يعني أنا معايا الدكتورة ليلى، وأكيد هذه مجموعة التسهيلات والخدمات اللي دائما هيئة الصحة ومجلس السياحة الصحي بيبتكرها يستهدف منها شيء، يعني في هدف استراتيجي من تسهيل رحلة أو تحسين وتسهيل رحلة القاصدين والباحثين عن تجربة صحية مميزة. الهيئة تعمل عليها، والدكتورة ليلى من خلال مجلس السياحة الصحية تعمل عليها. الهدف الاستراتيجي إيه دكتورة؟ يعني هذه مجموعة المحفزات للسياحة الصحية وتنشيط السياحة الصحية في دبي، ما الهدف الاستراتيجي؟ يعني نعلم أن هناك هدف عام 2020، لو بتحدثين عنه. طبعا احنا الهدف من اطلاق هذه الخدمه ان نحقق الهدف المرجو من استقطاب نصف مليون سائح الى اماره دبي بحلول 2020. وطبعا من اجل ان نصل الى هذا الرقم نحن نركز على ان نوفر جميع الخدمات اللي يحتاجها السائح يوم هي اماره دبي، ونضمن له تجربه مميزه، بحيث انه يوم يرجع بلاده يتكلم عن التجربة هذه ويراوي للعالم وللناس كيف إن إمارة دبي تخدم السياح، وكيف مستوى العلاج الطبي في دولة الإمارات وفي دبي. محمود، طبعا هذه واحدة من المبادرات. جميل. أنا أبغي أتعرف على جميع المبادرات معاك إن شاء الله، لكن خلني أطلع فاصل يوسف، بعد الفاصل إن شاء الله نتابع ونواصل معك. دكتورة، بنطلع فاصل إن شاء الله. إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نكمل تغطيتنا لمنتدى الصحة العربي. فابقوا قريبا وانتبهوا بعيدا. صحة وسعادة.
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم أرقام التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. نرجع مرة أخرى لمنتدى الصحة العربي مع يوسف. صباحك ورد يا يوسف. صباح الخير دكتورة أنا دا. منو معك من الضيوف؟ نواصل معكم معايا دكتورة، معايا الدكتور محمود الحليق استشاري ورئيس قسم الأطفال في مستشفى لطيفة، ومعايا الأستاذ أحمد حمدان مسؤول الجودة الطبية في إدارة التنظيم الصحي في الهيئة. دكتورة، مجموعة مواصلة الحديث عما تطرحه هيئة الصحة دبي في منصتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2018، مجموعة من المشروعات ومجموعة من المبادرات المهمة التي تستهدف رفع مستوى الخدمات الطبية في منشآت هيئة الصحة بدبي. من أهم المشروعات اللي بيتم طرحها اليوم وعلى مدار أيام المعرض والمؤتمر مبادرة أو نظام فسيرة. ونظام فسيرة نظام أحدث النظم العالمية المستخدمة في التواصل بين الكوادر الطبية داخل المستشفى وأهالي المرضى وأهالي والمتابعين بشكل عام. لهذا النظام أهميته هيحدثنا عنها الدكتور محمود. دكتور محمود صباحك ورد دكتور. صباح الخير ندى. لو بناخد فكرة عن النظام وأهميته إيه للكادر الطبي، أهميته إيه لأسر وأهالي المرضى بشكل عام. السلام عليكم. طبعا من المعروف هيئة الصحة بدبي تقوم بإنشاء نظام رعاية صحية ذكي، ومن أهم مكونات هذا النظام وجود منصة اتصالات ذكية. قامت مستشفى لطيفة للنساء والأطفال وكأول مستشفى تابع لهيئة الصحة بدبي بإدخال تكنولوجيا الاتصالات الذكية من بوسيرا، الذي سوف يساعد في تحسين رعاية المرضى وضمانة سلامتهم وزيادة رضاهم. ميزة النظام أنه سوف يسرع ويحسن أوقات استجابة الموظفين سواء الطاقم الطبي أو التمريضي أو الفارماسي، وخلق بيئة أكثر هدوء للمرضى عن طريق الاتصالات الصوتية وبدون استخدام اليدين، مما يعني يعطي ميزة أكثر. أعضاء الفريق الطبي سوف يكون مرتب حسب الأدوار الوظيفية أو الاسم أو المجموعة، وباستخدام الصوت يتم التواصل فوريا، مثلا عملية قيصرية طارئة يطلب التيم ويتم استدعائه على الفور عن طريق كبسة زر على الجهاز. طبعا هذا يقلل التوتر والإزعاج الناتج عن الجهاز النداء التقليدي اللي كان متبع سابقا ويعم الصوت في المستشفى كله، فيزيد من رضا المتعاملين. دكتورة وأعزائي المستمعين، يعني أوضح بس نقطة والدكتور محمود هيكمل عليها. الجهاز هو الوضع التقليدي إن الأطباء بيتواصلوا والكادر الطبي بيتواصل مع بعضه البعض من خلال الاتصالات الهاتفية أو الهواتف المحمولة أو الهواتف الثابتة، وهذه الطريقة التقليدية تضيع وقت البليب الأطباء. البيجر قبل يسمونه. نعم. لكن النظام الجديد هو عبارة عن جهاز صغير، الطبيب مش ليس في يعني ليس هناك أي إزعاج. الدكتور رئيس القسم القائم على شؤون عملية جراحية ما قادر وبسهولة جدا إن هو يتواصل مع الطاقم الطبي سواء استدعاء في الحالات العاجلة أو غيره. صحيح دكتور بالضبط. نعم. بكبسة زر يتم التواصل بين أعضاء الفريق الطبي. لو كان من المختبر نتيجة طارئة بكبسة زر الطاقم الطبي في المختبر يتواصل مع الطبيب ويبلغه ويتخذ الإجراءات اللازمة، فهي توفر السرعة والأمانة والهدوء في نفس الوقت بالنسبة للعلاج الطبي وبدون استخدام اليدين. أحد الميزات التي تكون مهمة جدا لأن الطبيب أو الممرضة يكونوا مشغولين بعلاج العين.
في نقطة كمان دكتور نحب نستوضحها، ما فائدة هذا الجهاز لأسرة المريض؟ يعني في هناك حالات بيعزل فيها المريض مثلا في العناية المركزة أو الإفاقة، أو بيمنع عنه الزيارة وأهله بيكونوا متواجدين في مكان آخر داخل المستشفى. هل الجهاز يمكن استخدامه لتواصل أهل المريض مع المريض؟ أو كمثال واضح على استخدام الأهل للجهاز، طفل يدخل العمليات والأم والأب موجودين في الانتظار والطبيب داخل العمليات، انتهى من العملية عن طريق هذا الجهاز، يعني يسلم للأهل قبل دخول العملية للطفل. مجرد ما ينتهي الطبيب من العملية أو الممرضة ممكن تكلم الأهل على الجهاز وتخبرهم أنه الطفل كل شيء كويس، وترد يعني يصير كلام زي كانوا يستعملوا تليفون بالضبط، بس بصوت منخفض وبوسيلة سهلة جدا وفورية جدا. إذن هذه التقنية أعزائي المستمعين ومتابعي برنامج صحة وسعادة، هذه التقنية تستهدف رفع مستوى خدمات الطبية في منشآت هذه الصحة في دبي، تستهدف تحقيق رضا وسعادة جمهور المتعاملين مع الهيئة. هناك أيضا برنامج أو مبادرة أخرى متميزة جديدة تطرحها هذه الصحة في دبي في منصتها، هيحدثنا عنها الأستاذ مع أحمد حمدان مسؤول الجودة الطبية في إدارة التنظيم الصحي. أستاذ أحمد حدثنا، ما الجديد لدى إدارة التنظيم الصحي في هذا المعرض؟ شكرا على الاستضافة ويسعد صباحكم. طبعا ضمن إطار خطة دبي الاستراتيجية 2021 والتي تهدف إلى النهوض بمجال الخدمات في شتى القطاعات والارتقاء بالإمارة لوضعها في مصاف المدن العالمية الكبرى، حرصت هيئة الصحة على المضي قدما في تنفيذها ووضعها ضمن الخطة الاستراتيجية تحت برنامج التميز والجودة بمبادرات قياس، وهي مبادرة لتطوير نظام لقياس مؤشرات أداء القطاع الصحي على مستوى إمارة دبي، وبناء على المخرجات ونتائج البيانات سيتم تقييم المنشآت الصحية بإمارة دبي. الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هي تحفيز المنشآت على تقديم أعلى مستويات العناية الصحية وتعزيز تجربة المريض والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى من خلال تطوير نظام شامل لجمع وتحليل ومراقبة مؤشرات الأداء الخاصة بالمنشآت الصحية لضمان ممارساتها الصحيحة وتحفيزها لتطوير أدائها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. أستاذ أحمد، من هو يعني أي منشآت معنية بهذا النظام؟ هل القطاع الخاص والقطاع الحكومي؟ طبعا المبادرة تشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي على مستوى إمارة دبي، وطبعا المبادرة تشمل 5 محاور رئيسية لقياس مؤشرات الأداء، من أهمها مؤشر دبي لسلامة المرضى، ومؤشر الجودة السريرية، ومؤشر سعادة المريض. مؤشر سعادة المريض سوف يحتوي على قياس وقت الانتظار واللي هو واحد من المؤشرات التي تدل على سعادة المرضى، وعندنا مؤشر اللي هو كفاءة وجودة الخدمات والمؤشرات التشغيلية. هل هناك وقت او مراحل؟ حدثنا عن مراحل تطبيق هذا. طبعا المراحل تطبيق هذه المبادره تتكون من 5 مراحل، وهي دراسه الوضع الحالي والمقارنه المعياريه العالميه لافضل الممارسات، ثم وضع المنهجيه وادوات القياس التي نستخدمها من خلال تطبيق المبادره، ثم اللي هي تطوير نظام قياس الاداء والدراسه التجريبيه وتنفيذ المبادره، ومن ثم اللي هو اطلاق تطبيق المبادره والتي تشمل نظام تقييم المنشآت. استاذ احمد، ما هي التأثيرات المنسحبة على المتعاملين؟ يعني المتعامل مع القطاع الصحي الخاص أو الحكومي، ماذا الفائدة اللي تعود عليه من هذا النظام؟ طبعاً المشروع له أهمية كبيرة، بس تكمن أهمية هذا المشروع من خلال قياس جودة الخدمات الصحية المقدمة، وطبعاً بالتالي تقييم المنشآت الصحية حسب الكفاءة ومخرجات الأداء والتميز في تقديم الخدمات والتي يحسن من تجربة المريض ومستوى سعادته ورضاه، وأهم شيء اللي هو تطوير نظام فعال لدعم اتخاذ القرار في مجال تنظيم وتقديم الخدمات الصحية. وفي عندنا من النقاط اللي هي دائما المجتمع اللي بدور عليها، اللي هي تعزيز مبدأ الشفافية للمجتمع والمرضى في اختيار مقدمي الرعاية الصحية بناء على مخرجات الأداء، وأخيرا المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية وتطوير السياحة العلاجية. لو بتلاحظ محمود وبتلاحظ الدكتورة ندى وأعزائي المتابعين، أن هيئة الصحة بدبي حريصة من خلال إدارة التنظيم الصحي على أن تكون جميع المبادرات الخاصة هي
تستهدف تعزيز الشراكة، شراكة القطاع الحكومي الصحي الحكومي مع القطاع الصحي الخاص. وهذه فلسفة جديدة للهيئة وخطوة مهمة أن تنهض، أن يتم النهوض ويتم التطوير شامل القطاعين الحكومي والخاص لما يمثل ذلك من أهمية في الارتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام في إمارة دبي. نعم، نحن شاكرين لك يوسف، شاكرين لجميع الأخوة والزملاء المتواجدين في معرض صحة العرب، واللي يعني يبرزون هذه الخدمات الذكية وكل هذه الأمور اللي تساهم في تعزيز مكانة دبي. إن شاء الله نواصل. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا. كان معنا عبر الهاتف زميل يوسف سعد من مركز دبي التجاري العالمي، ومن خلال يعني فعاليات ومؤتمر ومعرض صحة العرب 2018. طيب دكتورة، يعني التقنيات كثيرة، زين، صحيح، والعالم يتوجه نحو الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وإطلاق مشاريع يعني تعتبر مشاريع عالمية، ويمكن نقدر نقول الأولى على مستوى العالم نشوفها هنا في إمارة دبي. لكن تفضلي. القفزات اللي قاعد تسوي محمود حاليا في مجال التكنولوجيا يعني قفزات كبيرة، ممكن في السنتين اللي طافت يمكن ما شفنا الأشياء اللي قاعد نشوفها ما شاء الله في خلال آخر سنة، وفي تسارع يعني أتوقع حتى 10X لما تم الإعلان عنه ساهم المشاريع تمشي في وتيرة أعلى. بالتالي طبعا محمود في النهاية خدمة المتعامل، خدمة المريض، لما في خصوصا في القطاع الصحي في مثلا علاج أو في طريقة أو في مثلا طباعة ثلاثية الأبعاد المفروض تسوي بعد 10 سنوات ويتنا الحين تطبقت حاليا، فهذا كله لمصلحة المريض والتعافي بشكل أفضل. وطبعا الفكرة دائما ان الانسان يرجع لحياته الطبيعية، لحياة الانسان هي الكنز، يعني الانسان لما يكون عنده صحته ويرجع لحياته الطبيعية يقدر ينتج، يقدر يهتم بأسرته. فما شاء الله تطور جميل جدا في مجال التكنولوجيا وفي الصحة بشكل عام. جميل. انا ما شفت لابس اليوم الزيبة. الكوت. إيه. اليوم ما لابس الكوت، انا احاول ان اقلل حضوري للاستوديو باللاب كوت الابيض لانه ينقل بعض الجراثيم وبعض البكتيريا، فممكن أن يعني أنقل الأمراض للناس اللي معاي. جزاك الله خير. يعني اقتنعتي أخيرا؟ أنا مقتنعة من زمان بس طيب. يعني نحاول كثر ما نقدر. هذا يقولك مع انتشار العديد من الأمراض السارية والمعدية على نطاق واسع في مختلف دول العالم خاصة فيروسات الإنفلونزا اللي بدينا فيها نحن مثلا البرنامج اليوم، وهي منها فيروسات مسببة لإنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير، كورونا، صحيح. يعني وايد هذا اللي يعني لين الحين سجلوا اكثر من 2110 اصابات و733 وفاه معظمها في الدول العربيه، اضافه الى تزايد معدلات انتشار الجراثيم والبكتيريا المقاومه للمضادات، اصبح من الضروري اعاده النظر في العديد من التدابير والاحتياطات الوقائيه من عدوى المستشفيات او العدوى المصاحبه لتقديم خدمات الرعايه الصحيه، وكذلك معالجه ظاهره ارتداء الزي الطبي خارج المنشآت الصحية والتعليمية. طبعا ارتداء الزي الطبي خارج المستشفيات يهدد صحة المجتمع، وهذا أكدت العديد من الدراسات. تلوث الزي الطبي بالعديد من الفيروسات والجراثيم والبكتيريا، يعني وايد بكتيريا منها مكورات العنقودية، عدوى المستشفيات المقاومة أصلا للمضادات الحيوية. صحيح. يعني انا وايد مستانس انك انت خلاص ما قمتي تلبسين الكوت. ان شاء الله. ها دكتوره؟ ان شاء الله بنحاول كذا ما نقدر نطلع من العياده اني الدوام بالني الاذاعه بالعباءه عشان ما نقلل المكورات العنقوديه وغيرها. هو انا اللي اعرفه اصلا في قانون في هذا الشان او في بروتوكول طبي بهذا الشان. بس انا هني مكان عمل، يعني الممنوع اظن ننزل فيه مثلا سوبر ماركت او جمعيه مثلا. بس انه يعني الفتره الاخيره حتى لاحظنا دكتوره يعني الواحد يمشي بيدخل كوفي ولا مكان يحصل له حد لابس كوت ويالس، هذه ما كنا نشوفها في السابق، الان بدينا نشوفها. المفروض لا محمود، انا خصوصا في الاماكن اللي يقدم فيها الطعام، يعني في الكوفي شوبات او في مطاعم الاكل بعد ترى يعني الاكل على الطاوله مكشوف. انا بقول لك السالفه، انا اتذكر يوم صغير كنت العب كاراتيه،
انزين يوم البس البدله شيء صغير وانا مستانس زين انزل شيء الفريج اراوي الناس اني لابس بدله كاراتيه يعني خافوا مني. الدكاتره هذول اللي يدرسون مثلا الحين والله نحن ندرس طب يعني شوفونا نحن دكاتره. ممكن ترى هو الواحد يدخل كليه الطب يحس بالفخر شيء انه بيستوي شا دكتور وينادونه دكتور، خصوصا ان الامهات الله يحفظهم ويطول عمرهم يوم يلاقي بنتها او ولدها طبيب تم كل ما تروح مكان ترى بنتي دكتوره ترى ولدي دكتور من اول يوم ندخل فيه كليه الطب. يعني ما شاء الله انا الى الان الحين كم سنه صار لي في مجال الطبي ما بقول كم سنة، المهم أنا من زمان، فأمي إلى الآن وين ما تصير لما يقولون لها مثلا بنيشة حق بيتك أو حق بيت بنتك تقول لا بنتي دكتورة تزعجونا مشغولة تصوفيني أنا، فإلى الآن حس أن عندك حد طبيب في البيت يعطي فخر للأهل عشان تي. زين وإلى الآن نأكد أن ملابس مقدمين الرعاية الصحية بدون شك ناقلة للفيروسات والأمراض المعدية، حتى الملابس العادية يعني أحيانا حتى الشخص اللي عنده ملابس عادية ممكن أن تكون هذه الملابس ناقلة للفيروسات والبكتيريا بصورة أقل من ملابس مقدمي الرعاية الصحية أثناء العمل. طبعا هذه نتائج دراسات أمريكية وأوروبية أكدت أن الزي الطبي يحمل جراثيم أكثر بنحو 9 أضعاف من الأزياء العادية، منها جراثيم بكتيريا صعبة المقاومة ومضادة للمضادات المضادات الحيوية والبكتيريا، ويمكن أن تسبب عدوى والتهابات خطيرة خاصة ما بين الأطفال كبار السن أو الأشخاص ضعيفي المناعة أو حتى المذيع اللي يقدم معك البرنامج. محمود هذا يمشي معه في هاشتاج طالع من مدة سووا مجموعة من الأطباء إنه عندما تصاب بالزكام لا تحتاج إلى طبيب. شو الفكرة؟ الملابس العادية ذكرى والملابس العادية معنى شو؟ أنا كشخص عادي أدخل العيادة كل مرة أدخل فيها العيادة فأنا أجمع من الجراثيم والبكتيريا الموجودة في العيادة من المرضى الآخرين أو الموجودة في المنشآت الصحية تعلق على ثيابي. فعشان شي احنا دائما نقول للناس لا تكثرون زيارة للمنشآت الصحية إذا أنت فعلا 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 مو محتاج، عشان احنا والله من عيوننا بنخدمكم، احنا موجودين أصلا لخدمتكم، عملنا احنا خدمة الناس، ولكن لما تدخل بزكام بسيط وتطلع بكتيريا عنقودية أو البكتيريا المسببة للنزلة الرئوية أو التهاب البول أو غيرها فهي تعطيك مضاعفات وما لها داعي. ما يروحون المنشآت الصحية كثيرا، يعني ما يروح مثلا اليوم بس اختلف معك يا دكتورة. ليش؟ لان سوري انا مريض زين وين اسير؟ اسير صيدلية اخذ دواء من عند الصيدلاني؟ لا ما تاخذ دواء روحك، يعني احيانا مثلا واحد مو مريض اليوم بيسوي كشف شامل ورا باكر بيصير بياخذ نتيجه، ورا باكر بيصير يصف دواء، الا بعده بيقول دكتور فحصني يمكن فيني شيء، اللي ورا بعده يقول عندي زكام بسيط. لا هذا يعني بالزيادة التكرار. هذا زيارة العيادة بالتكرار. عندكم وايد ناس تي دكتورة؟ بعض الناس يعني يحبون يزورون العيادة يعني للاطمئنان، يحس انهم مطمئن لما يشوف الدكتور والدكتور يطمنه يقول ما فيك شيء. فأول شيء انتو تسببون نقل عدوى لنفسكم ولأحبائكم في المنزل. رقم 2 تطولون وقت الانتظار على الشخص المريض فعلا وياي العيادة. فتعرف انت لو تخيل انت مريض وتعبان ومحموم وقدامك 5 أنفار 4 منهم بس جايين يكون تشيك عادي فيتأخر عليك زمن الانتظار، فما علي لا تزورون العيادة وايد عشان صحتكم انتو اولا وصحة احبائكم في البيت. طيب وفي شغلة بعد دكتورة، العاملين في المنشآت الصحية هم ماخذين تطعيمات ماخذين يعني امور كثيرة على اساس انه يحصنون انفسهم من هذه الامراض. بالضبط، لان احنا مقدمين خدمة ملزومين يكون ناخذ تطعيم الانفلونزا تطعيم الكبد الوبائي، ونسوي كل مدة سنتين اعتقد او سنة نسوي فحص مرة اخرى لمعدل مناعة الجسم ضد البكتيريا او الامراض، لان احنا نتعرض لهذا على شكل يومي. انتم كثيرين تدخلون العياده انتم مو مطعمين، مع اهم شيء تطعيم الانفلونزا لازم تاخذون تطعيم الانفلونزا، لان تطعيم الانفلونزا اسهل شيء والشيء اللي ننصح فيه كل سنه من عمر 6 أشهر، من عمر الطفل 6 أشهر يقدر ياخذ تطعيم الانفلونزا. هني بعد ذكرتيني على موضوع يعني احيانا مواعيد الاسنان او الدخول لطبيب الاسنان ياخذ وقت طويل من قبل الشخص اللي يروح العياده دكتوره. صحيح. يعني انا بس ابغى اوضح مساله ان معظم الخدمات اللي تقدم في عيادات الاسنان من غير مواعيد مسبقه. الطبيب العام، طبيب الاسنان العام من غير موعد. اي فيدخل بشكل سريع، هذا واحد. اثنين، ما بين كل مريض والاخر انزين في تقريبا ما بين 30 دقيقة عملية يعني تعقيم الغرفة كاملة. نعم.
أكيد صح محمود. ليش؟ عشان ما تنتقل هذه الفيروسات اللي كانت عند المريض السابق إلى المريض اللي بعده. بالضبط. وغير هذا العلاج مال المريض نفسه يأخذ له يمكن 40. بالضبط. أقل شيء 40-45 دقيقة. 40-45 أحيانا على حسب، يمكن طول بعد أكثر. فهذه المسألة اللي نبغي نوضحها للجمهور، إن عملية إنك أنت تدخل ما بين شخص والثاني تأخذ وقت، لأن في إجراءات أو بروتوكولات طبية يجب أن تتبع عشان ما تنقل لكم أمراض ثانية. أنت ساير تعالج ضرسك تطلع فيك لا سمح الله يعني فيروس ولا شيء، الواحد ما يبغي يوصل لهذه المرحلة تتحول إلى المشكلة مشكلتين. عموما يعني زملائنا وأحبائنا اللي يدرسون طب ولا اللي يشتغلون في العيادات والمنشآت الطبية، ملابسكم بارك الله فيكم خلوها في المستشفى، انزين تم عملية تعقيمها بالشكل السليم، ما في داعي تاخذون هذه الملابس وتطلعون فيها في أماكن عامة عشان ما ننقل هذه الأمراض. طبط. شكرا لك يا دكتورة. شكرا لك يا محمود، شكرا لكل حد معنا اليوم. أيضا كل الشكر لأحمد سلامة كان معنا في التنسيق، ويعني كمل معنا البرنامج أيمن سرحيل، وكل الشكر لعيسى سبيل كذلك. وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله، تقبلوا تحياتنا، وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.